طيب كان في حد عنده سؤال؟ لو انا عايز عندي كراميش عايز اعملها وموجوده في اكثر من شكل يعني. ده مثلا ده اللي هو عايز ان انا يبقى عنده بروفايل معين وعايز يمشي بمسار مختلف. على سبيل المثال مثلا الفيلا ديت هنجاوب على السؤال بتاعك دلوقتي. هنجاوب على السؤال بتاعك. انت ايه رايك في الفيلا دي؟ تمام؟ لا فيها شوية حاجات ظريفة مشتريات وكده. طيب عايزين مثلا عندي الشكل دوت ابدا اخد بروفايل عليه وابدا امشي عليه. طيب خلينا نخش كده في 3 دي. اشوف طيب فين المشروع المفروض دوت؟ لا مش داخل عليه. كيف حد نعمل انتم مغيرين السيرفر هذا كده؟ لازم انا واحد من دول تخش انا واحد من دول انا تقريبا محتاج اسم وباسورد. انا حافظ الاسم وباسورد تبعي الناس تبعك. انا واحد لا مش موجود 26 انا 26 رجعوا كأنه كل واحد باسورده ليش بيضغط معاه تقريبا. طيب انا جاوب بس على سؤال مهندس عمر بقى ايه نكمل. لو انا عندي بروفايل معين وعايز امشي بيه على السور مثلا، طيب فكل اللي انا اعمله اقول له ان انا عايز اعمل كومبوننت كومبوننت واقول له موديل ان بليس عشان هعمل حاجه جديده موديل ان بليس، واختار مثلا ده يبقى مثلا وول. فجاب لي الشاشه دي. طبعا اكستروشن دي حاجه ثابته، انا عايز اقول له لا ده انا عايز اعمل حاجه اسمها سويب. تمام سويب هديله شكل وابدا امشي بيه. طيب هقول له انا عايز اظبط الورك بلان سويب. ممكن اقول له بيك باص، فانا خدت مثلا الخط دوت، خدت الخط دوت، الخط ده اهوت، ده المسار بتاعي. طيب تاني كيف انه اكتر من مكان؟ طيب هنرجع تاني خالص. هقول له انا عايز اول حاجه اركتكتشر كومبوننت موديل ان بليس، وتختار اي واحده فيهم وول مثلا او موديل ان بليس. اوكي يختلف شيء كاتيجوري لما تيجي تخفي او تظهر ماشي. طيب دلوقتي بقول له بقى انا عايز سويب. سويب بيديني اختيارين، بيديني سكتش باص فده لازم يكون على نفس الورك سيت، او بيك باص. بيك باص بقدر اعمل بيك على الخط ايا كان في 3 دي بيك باص، فده اللي هيديني ان انا اقدر اتحكم. فانا ادوس على دوت وبعد كده وبعد كده اعمل تريم للجزء الزياده دوت. هقول له تي ار بين ده وده وتي ار بين ده وده. طيب في تقريبا في ده في هنا غلطه في الموديل نفسه. تمام في غلطه في الموديل نفسه. طيب يعني في ميل بين الاثنين، فعشان كده الاثنين مش على نفس الخط. طيب بعد كده بقول له اوكي
بقى الخط دوت. ناقص بقى اقول له ايديت بروفايل او اختار بروفايل من هنا. ايديت بروفايل يبقى انا هرسم البروفايل بتاعي في الحته دي. انت ممكن بقى تيجي ترسم بقى اي حاجه انت عايزها من نقطه المركز هنا. مثلا مثلث كده. SE. وبعد كده تقول له اوكي. فهو يبدا ياخد المثلث دوت ويمشي بيه في المسار بتاعك. بالشكل دوت. فانت المفروض مثلا هتمشي مثلا في الحته دي كده يبدا يمشي معاك زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اعمل ايديت. تمام؟ تقول له انا عايز اعمل ايديت للبروفايل اهو. او تختار حاجه جاهزه بروفايل جاهز او ترسم مثلا اي شكل انت عايزه. عايز تستخدم بروفايل؟ بروفايل جاهز. عايز تستخدم بروفايل جاهز تختار. انت ممكن اصلا تعمل بروفايل. انا كيف بطلعهم؟ يعني لما اجي انا اطلعهم ما بلاقي. ما بعرفهم. طيب خلينا عايز تعمل بروفايل جديد يعني؟ خلينا نعمل بروفايل جديد. لا لا من الموجودين. من الموجودين حاضر. طيب. المهم يكون شكل مغلق بس تمام؟ هيبدا ياخد الدوريه اللي انت رسمتها ويبدا يكمل عليها لحد ما يوصل للاخر بالشكل دوت. طيب ازاي انا اختار واحد جاهز وازاي انا اعمل واحد؟ هقول له ايديت سويب واختار هنا اهوت ده البروفايل. لو جيت هنا هتلاقي كل دي بروفايلات جاهزه. دي كلها بروفايلات جاهزه. في بعضهم الخاص مثلا بالهاند ريل تقدر تختار الهاند ريل دوت. تيجي تبص كده هتلاقي الشكل بتاعه بالشكل ده. ده الهاند ريل شكل من اشكال الهاند ريل اهو. فتقول له موافق فيبدا ياخد الهاند ريل بتاعك ويبدا يمشي. ده لو انت عندك البروفايل جاهز. تمام؟ خد نفس البروفايل وبدا يمشي بيه على الحيطه. طيب لو انا عايز اعمل بروفايل جديد وابدا ادخله في الشغل بتاعي. ماشي؟ يبقى انا هضطر ان انا اعمل فاميلي جديده 2D. فاقول له نيو فاميلي. تمام؟ طيب نيو فاميلي يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل هدخل على الفاميلي تمبليت. فاميلي تمبليت ماشي؟ يعني حاجه جاهزه ابدا منها. لو انا مثلا عايز ارسم باب فهو لازم يجيب لي الحيطه اللي احط عليها الباب ويعمل لي الاوبننج بتاعتها. فالتمبليت بيسهل عليا. انا ممكن اقول له انا هبدا من غير تمبليت بس هتاخد منك وقت. طيب انا دلوقتي عايز بروفايل فاقول له انا عايز بروفايل حرف البي بروفايل. اهو عندي بروفايل هوستنج وعندي بروفايل ميلينيوم وعندي بروفايل خاص بالريل وعندي انواع كثيره من البروفايل ستير. خلينا نختار البروفايل عادي واقول له ايه اوبن البروفايل. برسم حاجه 2 دي وبعد كده هو بقى بيعمل لها اكسترود او انبثاق او كده. طيب دي هو مديني خطين عشان يسهل عليا ان انا ارسمها. طيب ممكن اجي هنا واقول له كرييت واقول له ان انا عايز ارسم لاين وخليها على شكل ارك مثلا. تمام؟ الشكل دوت اهو. طيب ممكن الشكل دوت اخده كده واقول له ان انا عايز اعمل ميرور. عندي خطين ميرور. تمام؟ عندي باي اكس يعملها للناحيه الثانيه والاختيار الثاني ان انا ارسم انا الاكس. مثلا ارسم الاكس من هنا لهنا. تمام؟ ده كده شكل من اشكال البروفايل اللي احنا ايه؟ اخترعناه. طيب عايز اغير الاسم بتاعه. هو اسم الفاميلي دلوقتي فاميلي 1 تمام الديفولت بتاعتها. فانا اقول له فايل سيف از فاميلي واسميها مثلا جي كي. معرفش يعني جي كي بس سيف. فانا سميت اسم الفاميلي. اقول له بقى لود انت بروجكت. تمام حماس المشروع. خليها بقى نيجي هنا نقول له ايديت بليس ونختار الشكل ونقول له ايديت سويب ونختار البروفايل ونشوف بقى ايه الجي كي اللي احنا عملناها وقدرنا ندخلها في المشروع. اقول له اوكي. بيقول لي السويب حجمه كبير قوي فعامل مشكله. السويب المشكله ان حجمه كبير. طيب خلينا اقول له افتح لي الجي كي دوت. هو المقاس بتاعه كبير شويه. فاقول له طب انا عايز اعمل سكيل 0.1.
طيب خلينا بقى نحملها في المشروع. فين شكل البروفايل؟ احنا اخترنا دوت، عايزين نقول له البروفايل كنسل، ناخد دوت نقول له ادي سويب، وبعد كده هاجي هنا وابدا اختار بقى ايه الجي كي. بص خد اهوت، هو حجمه كبير، هي دي عايزين نصغر حجمه بتاعه، حجم البروفايل. بيقول لي في مشكلة في الفاميلي ديت. ممكن الهاك فيها كده صغير. طيب خلينا نرسم حاجة كده ايه اديت، واقول له انا عايز ارسم لاين، واقول له اعملها لي الشكل دوت. طيب خلينا نحملها. اختارها واقول له اديت سويب، واختار بقى ديت، وابدا اختار الفاميلي بتاعتنا من هنا. هي لسه ما اتغيرتش، ده لسه على المقاس القديم بتاعها. طيب خلينا نسيف الفاميلي دي جي كي. ممكن اجي هنا اقول له ان انا عايز احمل الفاميلي ديت لود فاميلي، واقول له ان انا عايز احمل فاميلي من بره المشروع اللي هو اسمها جي كي اوبن. خدت الشكل اللي احنا مدينه له اللي هو الشكل السداسي او حاجه زي كده. تمام، نقدر نقول له ايديت سويب، واخده شكل جي كي. ممكن تختار اي شكل تاني، بروف مثلا اهوت. فتقدر تعمل أشكال وتعدل فيها زي ما أنت عايز. طيب مين تاني عنده أسئلة في المشروع؟ شو صدر فين البلد؟ طب ما تجيبها لنا على فلاش. طيب ولا حد؟ فلاش حدش معاه فلاشة؟ حد معاه فلاشة؟ أيوه. حط دايمنشن في 3D. حط دايمنشن في 3D. طيب الدايمنشن في 3D ما فيهوش اي مشكله خالص. المشكله في ايه؟ ان انا لو حطيت الدايمنشن ولفيت الشكل، الدايمنشن ده يروح مكان تاني. تمام، فانا عشان احط الدايمنشن واحط الكتابات واعمل الشغل بتاعي بدون مشاكل، لازم اثبت الشغل بتاعي. يعني ايه اثبت الشغل بتاعي؟ اوريها لك دلوقتي. في هنا الزرار هنا بقول له ايه ثبت لي ال 3 دي دوت، فخلاص تقدر تشغل عليه عادي. بس الملف ده تقيل للاسف. طيب شايف انت الباب دوت، ممكن اقول له ايه سيف اورينتيشن اند لوك فيو، يعني ما تخليش الملف ده موجود عندي. طيب هنسمي ده مثلا فيلا 3 دي. طيب لما تيجي بقى تعمل كتابات او اي حاجه في ال 3D ما كانتش تنفع، لما ثبتها هو بيعتبرها كده 2D، وفي أي لحظة تيجي تقدر تفك القفل دوت وتشتغل عليها عادي بدون مشاكل. طيب يعني أنا دلوقتي لو دخلت بقى في الأنوتيشن وقلت له مثلا عايز أكتب تكست، كان في ال 3D العادي ما يقدرش يكتب، هنا لا بيديك إن أنت تكتب زي ما أنت عايز. طيب خلينا نشوف موضوع الدايمنشن. الدايمنشن اهو، هقول له مثلا الدايمنشن مثلا من الحته دي مثلا للحته ديت. اهو شايف الكتابه؟ اهو تقدر تكتب اي كتابات انت عايزها من اي مكان لاي مكان. نعم؟
طيب تبدا تحط الكتابات والدايمنشن والتاجات، يعني ممكن تقول له تاج باي كاتيجوري وتبدا تحط التاجات زي ما انت عايز. انا بيقول لي ان هو مش متحملها عنده التاج ده، بس ايه الرساله دي؟ لا ديت يعني شو كيف عامل دي؟ عايز تعمل واحده زي ديت شو كيف يعني موديل ان بليس؟ ده كلها بسيطه جدا، تعالى نعملها مفيش مشكله. لا بعرف اعملها، بس انه موديل ان بليس ولا وورز؟ لا موديل ان بليس، موديل ان بليس. طيب خلينا نفك القفل بتاعها اهو، اقول له انلوك فيو، خلاص كده اتعملت. خلاص هو قال لي خلي بالك ان انت كاتب كتابات. طب بص بقى، لما اجي الف بقى في كتابات موجوده، ممكن تلاقي الكتابات دي بدات تشاور على حاجات ثانيه، فده يعمل مشكله. تمام، فهو عشان كده بيقول لك قبل ما تكتب اي حاجه ثبت الفيو بتاعك. دي انا فلاشة. شكرا يا سيدي. طيب يا الفيلا دي عندكم كلكم؟ اللي هي ديت ملف اوتوكاد واحد، ملف اوتوكاد واحد ولا في النيو فولدر؟ ملف واحد. خطوه خطوه نروح معاها. عندي في نيو فولدر، يعني في عندي نيو فولدر في حاجات كتيره. ايوه هو كله في الملف اللي هو الواحد ده اللي اسمه عبد العزيز. طيب خلاص هذيك صور اللي هي في النيو فولدر. شيل النيو دي بشبعنا، خلاص هبلغيها. طيب طيب انا دلوقتي عندي ملف اهو اوتوكاد. في برنامج انا يعني شغال عليه جديد اسمه سوليفري. سوليفري. البرنامج ده مشكلته ان هو غالي في السعر، يعني فما كنتش ما كانش عندي منه نسخه. ما بيرضاش يديك البرنامج تجريبي حتى. تمام؟ ثمنه تقريبا 8000 دولار في السنه. تمام؟ طيب البرنامج ده ايه ميزته؟ في مجموعه قواعد معينه بقول له مثلا اعمل تشيك، يبدا يعمل تشيك عليهم كلهم. يعني النهارده مثلا كان عندي مشروع براجع عليه، فراح قال لي ايه؟ خلي بالك ان في عمود مش واصل لحد الفلور اللي فوق. تمام؟ يعني هو مش كلاش، يعني مش حاجه خبطه في حاجه، بس في عمود مش واصل لحد فوق، يبدا يعمل تشيك عليه. مثلا في الحاجات المعماريه يقول لك ايه؟ خلي بالك ان الباب اعلى من الحيطه، يعني الحيطه المفروض بتبدا من زيرو وهي اعلى 5 سم، يقول لك خلي بالك في غلطه عندك هنا. فهو في شويه قواعد كتيره جدا. طيب انا عندي الاوتوكاد ضارب، ممكن اشتغل بالبريكسكاد عشان افتح الاوتوكاد بتاعك. طيب في البريكسكاد بتاعي، طيب خلينا نلغي النيو فولدر اهوت. هفتح المشروع بتاعك على البريكسكاد. البريكسكاد حاجه عامله الاوتوكاد كده بس ايه، مختلف شويه. ماشي، عشان انا لسه هقعد اعمل كراك بتاع. فبرنامج سلوبر دوت فيه قواعد كتيره، قواعد خاصه بالكهروميكانيكا. تمام، حاجات ما حدش يعرفها غير مهندس الميكانيكي، حاجات خاصه بالمعماري حد ما يعرفهاش. يعني فعلا حاجات ايه ما كانش واحد يتخيل ان ممكن تتعمل في يوم من الايام. يبدا يشوف مثلا ايه، يقول لك الغرفه دي ما فيهاش شباك او لا باب، في حاجه غلط. كل غرفه بيبدا يعمل لها تشيك خاص بيها. تمام،
اول ما بقول تشيك بيبدا يجيب لي قواعد كتيره للتشيك، حاجه خاصه بالاركتكتشر، كوردينيشن، انرجي اناليسيس، بين فاليديشن، استراكشر، تريننج، كوانتي تيك اوف، يبدا يشوف في مشكله في الحصر نفسها. يس. طيب عايزين نبدا بقى، نبدا مشروع جديد. هقول له انا عايز نيو واختار التمبليت اركتكتشر. طيب تعال نشوف المشروع اللي باشمهندس عبد الله جابه. خلينا مثلا نمسك ال دوت الفرونت اليفيشن. هاخد انا بس عايز ايه، اعرف الارتفاعات. عندك جراوند على بلس 90، طيب، وعندي عندي زيرو، وعندي الفيرست فلور، وعندي البنت هاوس، وعندي الروف، الروف ديك. تمام. طيب انا جيت هنا عايز ابدا اظبط الارتفاعات، فلازم ابدا منين؟ لازم ابدا من الاليفيشن. هبدا اي واحد فيهم نورس مثلا، واظبط اليونت مليمتر. اوكي اوكي عندي ده هنا هو مسميه ايه، ان جي ال. ان جي ال بيسالني سؤال، بيقول لي انت عايز لما اغير الاسم ده يتغير في المشروع كله ولا في الفيديو ده بس؟ فبقول له غيره لي في المشروع كله. طيب وده سميه جراوند. جراوند قلنا ده هيبقى 90، ماشي. دوست على الزرار اللي هنا دوت، تمام، بحيث ان انا اقدر اطلع بقى سن صغير. طيب عايز ارسم واحد كمان على ارتفاع كام؟ دور الفيرست على 5.9. طيب فاقول له اركتكتشر ليفل، هرسم وبعد كده ايه اظبط الارتفاع 5.9، وده الفيرست. طيب وعندي البنت هاوس 10.40، ممكن اخد ده كده كوبي. ده البنت هاوس. وعندي الروف ديك 14.40، روف ديك. احنا قلنا كم؟ 14.40. طيب لو الواحد ممكن مش اسهل. طبعا ممكن تخليها ممكن. طيب بعد كده اللي هو التوب اوف بارابيت. طيب اقول له كوبي 1500. طيب زي ما باشمهندسة زينب لاحظت ان انا عندي حاجات باللون الازرق وحاجات باللون الاسود، ايه الفرق بينهم؟ الاسود موجود هنا بس مش موجود له اي فيو هنا. ليه؟ لما انا كنت بعمل اللي هو دوت الفيرست، انا رحت الاركتكتشر وقلت له انا عايز ليفل
وبدات ارسم من هنا لهنا، فوانا برسم في عندي اختيار هنا انا معلم عليه بالديفولت ميك بلان فيو، ميك بلان فيو، وجواه هو بيعمل سيلينج وفلور وستراكشر، بيعمل ثلاثه مره واحده. تمام، ممكن اقول لا انا عايز الفلور والستراكشر بس او عايز الفلور بس، فده اختيار بيخلي لما بيعمل ليفل جديد اوتوماتيك بيعمل له الفيو بتاعه. طيب لو انا خلاص نسيت وعملت الثلاثه دول بالشكل ده وما لهمش اي فيو هنا، اصلحها ازاي؟ هروح لفيو وهقول له بلان فيو فلور بلان، هلاقي الثلاث حاجات اللي ناقصين، هلاقي في علامه هنا دونت دوبليكيت اكسيستنج فيو، يعني لو في اي ليفل موجود الفيو بتاعه ما تظهرلوش هنا في القايمه. لو شلت العلامه دي اجيب لك كل الليفلات الموجوده في المشروع اللي لا فيو واللي ملهاش. طيب علمت على دول، لو نلاحظ هنا بيقول لي طيب فلور بلان ما اقدرش اغير لان انا مختار فلور بلان. ادي الطيب بيقول لي بقى انت عايز الشكل الكول اوت يبقى عامل ازاي، شكل الريفرنس ليبل، الفيو تمبليت يعني ممكن اربطه بالفيو تمبليت على طول. الفيو تمبليت يعني لما اغير حاجه هتغير فيهم كلهم مره واحده. تمام، الفيو تمبليت. طيب كانسل واقول له ايه، اوكي اوكي، هو اوتوماتيك عمل لي كل الليفلات. بس في مشكله هنا عايز حد بقى يحلها لي، الترتيب بتاعهم هو بالحرف الابجدي. قول لي بقى انا عايز ايه. طيب هي هنا المشكله ان هي بالحرف الابجدي، فممكن مثلا يكون عندي ايه بوديوم مثلا، فانا مش عارف البوديوم ده بتاع انهي دور فيعمل لي لخبطه. تمام، فعشان كده عايز ارتبهم زي ما المبنى بيترتب. فاجي على الفيو واقول له براوس اورجانيزيشن جاب لي دول، فاقول له مثلا رتبهم لي بالديسيبلين واقول له اديت فلتر. لو انا عايز افلتر ممكن يكون المشروع مثلا فيه معماري انشائي فانا عايز المعماري بس، فممكن افلتر مثلا بالديسيبلين، يبقى كده هيجيب لي بس المعماري بس، لو اي حاجه غير معماري مش هيجيبها لي. طيب خلينا نلغي الفلتر الجروبنج اند سورتنج. تمام، عندي اختيار هنا اللي اسمه سورت باي، ممكن اقول له رتبهم لي بالفاميلي احسن حاجه اسورتد ليفل، كده هيرتبهم لي حسب الليفل اللي موجود. تمام، فاقول له اوكي، وعندي اختيارين برضه. تمام، ممكن اخلي البيزمنت هو اللي فوق والروف هو اللي تحت. تعالى بس كده فلور بلان، هو رتبهم ال ان جي ال اللي هي اوطى حاجه فوق واحنا عايزين نعكسها. طيب في كام ليفل هو حطهم لي في الكوردينيشن اللي هم احنا عملناهم في الاخر، يبقى انا اعلم عليهم دول كلهم انا عايزهم يبقوا موجودين فين؟ في الاركتكشر مش في الكوردينيشن. اقول له خليهم لي في الاركتكشر، غيرت الديسيبلين فاتنقلوا هناك. طيب انا عايز بقى العكس، عايز ال ان جي ال تبقى هي اللي تحت على اساس تبقى شكل العماره في الحقيقه. اقول له اديت واقول له اكسل، بقت بالشكل ده، التوب هي اللي فوق خالص والان جي ال هي اللي تحت خالص. في اي مشكله حد كده؟ طب الناس تعملها عشان الحاجات دي احنا هنطبقها في المشروع وهنكمل بقيه المحاضرات في المشروع دوت. عايز صحيح؟ ما عنديش. طيب خلينا ناخد حاجات كده نخزنها. انا محتاج كتاب بعد كده. السليبري بقول له تشيك وحدد بقى القاعده انرجي مثلا او خليها اركتكتشر. يسالك بقى ايه القاعده انت عايز تحصل، سبيس بروجرام ستراكشر الام اي بي كل الحاجات دي، الاركتكتشر مع الاستراكشر اهوت. اوكي، يبدا بقى يجيب لك كلاشات قويه جدا. مش حاجه خبطه في حاجه، لا يعني عنده قواعد معينه، يعني بقول لك مش كده مثلا مش من الربل لا لا من الربل. هو انا ممكن اقول لك مثلا عنده غرفه ما فيهاش باب، عنده غرفه ما فيهاش حيطه، عنده غرفه مفتوحه بشكل غلط، هو بيفحص السبيس. اذا بقى جايب لك المشكله بتاعت السبيس يشوف
زي في سبيس مثلا مفتوحة مش مغلقة، تمام؟ ايه ده يجيب لك كل المشاكل دي؟ أظن كيف نجيب دي ماستر على لوك أو فاميلي. ما هي وانت في قلب الفاميلي بتقول له انا عايز امبورت كات، دخله كدي اكس اف مثلا، هو هنا بياخد من الراينو وبياخد من سكتش اب وبياخد من ستات وبياخد من دي جي ان ودي اكس اف ودي دبليو جي. احسن حاجه بالنسبه لك دي اكس اف، تمام؟ تعال نجرب، خلينا مثلا عندي دي اكس اف مثلا على الدي. باشمهندس عمر بيسال هدخل حاجه ماكس او سكتش اب جوه البرنامج، انا افضل احطها في فاميلي وادخلها بعد كده عشان اقدر فيها واتحكم فيها. خلينا ندخل مثلا على لا ساعات بنعمل ايه، بندخل كذا شكل كذا حجم ونقدر نعمل برامتر اخفاء واظهار. ده هنا ال ده كلها حاجات ضخمة في المساحة. اي شكل 2 دي 3 دي بتقول له اوبن، فبيبدا ياخد الشكل دوت ويعمل له امبورت عندك، تمام؟ ده 2 دي. جرب شكل 3 دي او ده 3 دي على ما اعتقد، او ده 3 دي اهوت ومبنى كامل اهو، دخل عادي بدون مشاكل خالص. شو بقدر اعمل؟ انت مثلا ممكن تكون انت بتعمل جزء وفي حاجه جاهزه كانت موجوده قبل كده عندك مثلا ديكور او حاجه زي كده، فبتدخله معاك بحيث يبقى لما تاخد اللقطه ظهر معاك الشغل كله. طيب نكمل ولا في حد عنده مشكله؟ طيب عايزين ناخد مثلا لوحه الجراوند ونبدا ندخلها عندنا في المشروع بتاعنا، لوحه الجراوند. فمثلا من الاوتوكاد وممكن ادخل الملف كله بدون مشاكل خالص، تمام؟ ده عندي هنا سايد بلان، ده عندي هنا الجراوند، ممكن اعمل سيلكت على كل ده واقول له دبليو بلوك. دبليو بلوك اللي هو دبليو بلوك، دبليو حرف الدبليو بلوك اللي هو موجود في الاوتوكاد، دبليو بلوك. طيب دبليو بلوك انا هسمي ده مثلا هسميه ايه؟ هسميه جراوند ديسكتوب جراوند. وتشوف بقى انت عايز تسيفه على اي نسخه من نسخه الاوتوكاد وتقول له ايه سيف، والاكس والواي والزد او البيست بوينت بتاعتي انا اختارها العمود دوت، تمام كده؟ انا صدرت دي،
على اساس ان انا اشتغل بيها في المشروع بتاعي. ماشي. طيب خلينا نرجع بقى لملف الريفت. هاجي هنا بقى في الجراوند، عايز ادخل اللوحه اللي هناك، اقول له عايز اعمل انسيرت. انسيرت عندي في لينك، لينك وامبورت، لينك يعني هارمود بيه بحيث لو حصل تعديل يظهر معايا، واقول له ان انا عايز من الديسكتوب الملف اللي اسمه جراوند. هقول له كرنت فيو اونلي عشان يبقى موجود في الملف ده بس، واقول له اوبن. طيب هو ما ظهرش ليه؟ عشان هو معمول صغير جدا، يبقى في فرق في الوحدات. هو موجود اهو، بس هو ايه المفروض يتضرب في 100 تقريبا عشان يظهر معايا. طيب خليني اقول له مثلا لينك كات، هي معموله اوتو ديتكت، فانا اقول له خليها مثلا بالمتر مثلا. فممكن اعمل عليه سيلكت واقول له انا عايز اعمل له موف من هنا لهنا. طيب المشكله دي ممكن تكون مشكله ايه؟ تعالى نرجع كده للاوتوكاد ونعرف سبب المشكله ايه. لو انا رجعت تاني للاوتوكاد وقلت له ارسم لي اللاين من الزيرو زيرو، بص الزيرو زيرو فين؟ هي الزيرو زيرو بعيد، فده اللي عمل مشكله. طيب الناس معايا ولا راف ولا ايه؟ تمام، هي بس مجرد نجهز الملف ولا عد هنا بقى ايه؟ عايز ارسم الحوايط، اقول له دي اي، عايز ارسم حيطه من هنا لهنا، ده 200 تقريبا، اغلب الحوايط في المشروع ده 200. كل حيطه 200، مفيش اي حاجه تانيه مختلفه. طيب وفي بعض الأعمدة موجودة هنا. طيب خليني أقول له بقى إن إحنا مثلا عايزين نحط الأعمدة الأول. طيب خليني أولا هدخل على الفي في، وأدخل على امبورت كاتيجوري، وأدخل على الجراوند، وتشوف بقى أنهي لاير من دول الخاصة بالعمود اللي هي ديت. اقول له اوفر رايت، انا عايز اللون ده يكون لون احمر مثلا. اي بالشكل ده عشان اقدر اشوفه وانا شغال. ماشي. طيب احنا دخلنا دلوقتي الاوتوكاد، احنا الكلام ده كله قلناه قبل كده، فلو في حاجه مش واضحه ممكن نعيدها تاني. لو انا عملت سيلكت على الاوتوكاد بلاقي امر اسمه كويري، اقدر اعرف منه اسم اللاير دي ايه. اسم اللاير بي كي اس تي ار كولومز، فده اللير اللي انا اقدر اغير من خلاله. طيب هقول له ان انا عايز دلوقتي اضيف عمود ستراكشر كولوم. طيب العمود دوت مش هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين عمود اللي هو خرسانه. هقول له لود فاميلي واضيف ستراكشر كولوم. كونكريت ده ريكتانجل اهو. طيب قبل ما احط العمود، العمود الانشائي هو محطوط ديبست يعني هينزل تحت، اقول له ايه هاي. العمود دوت ممكن اعمل عليه سيلكت واقول له اديت رينيم 600 في 200، معمول قبل كده؟ ده بكده عن التكرار يعني، خلي اللي موجود زي ما هو. انت ممكن تقول له رينيم، بس لو انت مستخدمه قبل كده ده ممكن يعمل لك مشكله. يعني لو بعمل رينيم
لو تعمل رينيم قدر انت العمود ده استخدمته قبل كده، ممكن تضرب لك اللي فات. تمام، انا بس ايه بعمل دبليكيت عشان احافظ على اللي فات، اقول له دخل ده 600 في 200. العمود اهو، اقول له بقى موف من هنا لهنا. طيب عايز اكمل العمود ده، العمود ده من جراوند لحد الفيرست. حلو، اقدر اخد بقى كده كوبي من هنا لهنا، كوبي كوليسترين قصدي مالتيبل من هنا لهنا، انت عايز ترسم الجريد الاول تقول له اعمل بالجريد عشان احنا لازم نعرف كيف نعمل ده، مش بنسمي تحديثي. مش معلش ايه تاني؟ يعني بدنا يعني هدف من البيع كله هذا المشروع، الفكره هاي كلها عشان نجهز بالاخير البلانات فاكيد بدنا الجريد. في جريد هنا؟ خلاص هنرسم الجريد دلوقتي، هنرسم جريد حاضر. طيب احنا تقريبا حطينا اغلب الاعمده. تمام، طيب في عمود هنا، في عمود هنا لسه، اقول له ايه دوست مسطره عشان اقلبها ام في. ايوه تمام كده. طيب انا ممكن اعمل حاجه عشان اتاكد ان الاعمده كلها ظبطت، اجي هنا واقول له خليها شديد. تمام، هيخلي العمود بقى ليه ايه لون مختلف. جيت هنا وقلت له شديد، فايه بيدي لون للعمود، بحيث ان انا لو في عمود في الاوتوكاد ما رسمتوش اخد بالي منه. وبعد كده هقول له بقى ان انا عايز ارسم وول، واختار بقى وول تكون 200. ندخل هنا نخلي 200 بدل 300. طيب انا ممكن ارسم كده مانوال بس مش هتبقى دقيقه. ادق حاجه ان انا اقول له ايه بيك لاين، واقول له ارسمها لي من الحافه مش من السنتر. تمام، اقول له ايه انا عايز ارسم كده. طيب لو انا عندي اوبننج زي دي ارسم عليها وبعد كده بظبطها، يعني لو انا عندي اي اوبننج بعملها
وبعد كده بظبطها في الاخر. طيب يعني ممكن اقول له بعد كده تريم ده مع دوت، وممكن دول كلهم اخليهم يوصلوا للحته اللي فوق. ممكن حتى اسحبها كده حتى لو في باب، لان الباب لازم يتحط في حيطه. طيب لو جينا نبص على كده في 3 دي هتلاقي ان في هو الشغل بدا يظهر. تمام الحوائط اللي عندي عامل سيلكت فلتر، انا عايز الحوائط بس. الحوائط هنا واخده ارتفاع، لا انا عايز يبقى لحد الدور الفيرست. خلاص يبقى كده كله لحد الدور الفيرست. ارجع بقى للجراوند وابدا ارسم الحوائط بتاعتي. تمام وبعد كده بحط الابواب اللي ناقصه والحاجات دي. تي ار ممكن تقول له اي ال لحد هنا، عايز اخلي الحيطه دي تكمل لحد هنا. وهكذا هبدأ أرسم بقى كل الحوايط لحد ما أخلص إيه المبنى بتاعي. عادي إذا مر إيه؟ عادي إذا مر الحيط بالكورة. عادي بس هيعمل لك مشكلة في الحصر. لما تيجي تحصر هيحصر لك الحاجة مرتين. أنا ممكن حتى لو بعمل زوم؟ إيه؟ حتى لو بعمل زوم؟ حتى لو بتعمل جوين؟ هي هي يحسب. حتى لما تيجي مثلا عندك الفلور وعندك العمود خليته لحد فوق في فوق اعلى حته في الفلور بيعمل لك دبل كيس في الحصر، انا لازم يقف عند الفلور نفسها ما يكملش. تمام عشان كده عندنا امر اللي هو الاتاش يفضل مكمل لحد ما يقف عند السقف بتاعه. طيب عايزين نقول مثلا لو انا عندي مثلا باب هنا، طبعا عندي هنا المقاس بتاعه. في حد واقف قدام حاجه؟ اي مشاكل؟ اقول له انا بقى انا عايز الدور اهوت، ابدا احط الباب عايز اعدله. هقول له ايه بالاسهم دي تعدل الناحيه دي. المقاس بتاعه مش مظبوط، هقول له دي اي واقول له اسلي من هنا لهنا كده 1000 مثلا. طبعا بيبقى معاك جدول فيه المعلومات بتاعته وفيه السايز بتاعه وفي الحاجات دي كلها. تمام فنقدر نظبط الارقام بتاعته واعمل بقى رينيم او دوبليكيت. ما اعرفش بقى يبقى 1200 مثلا 1800 مثلا او 2100 2100 بس. اه
بالشكل دوت. غالبا الباب ده يعني هيكون متكرر بالشكل دوت. ده الباب ده ماس بتاعه مختلف شوية، أقول له دي أي. تمنمية، أقول له ده إيديت تايب دوبليكيت. خش بقى 3D، اتاكد من الشغل بتاعك. انت بقى باشمهندس مطلوب منك بقى تعمل لنا دور الجراوند ده في الحاجات اللي حولنا. مطلوب تعمل لنا جراوند. ايه؟ بعمل البيت. ايوه لا احنا عايزين بس عايزين الناس تكمل عادي. انا عارف انت من الدكتور، بس يعني واحده واحده الناس تبني. في حد عنده اي اسئله مشاكل؟ طب بالنسبه لك ايه، في اي مشكله في المبنى دوت؟ بس يعني البي هي هذا التاج ال كل ده بسيط. Thank you.